في مفاجأة غير سارة لجماهير الزمالك، وبعد ما اطمنوا ان نجم الفريق زيزو مكمل، رجع الكلام يتفتح من تاني واخبار رحيله عن الفريق ظهرت، وده بعد ما اكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية ان والد احمد سيد زيزو بيتواصل خلال الفترة الحالية مع اللجنة الثلاثية اللي بتدير نادي الزمالك من اجل الرد على العروض المقدمة من جانب الاندية السعودية لضم اللاعب وعلى رأسها عرض الشباب السعودي. المصدر قال كمان ان اللجنة الثلاثية اللي بتدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وضعت الامر بالكامل في يد المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من اجل اتخاذ القرار النهائي والحاسم بشأن رحيل او بقاء احمد سيد زيزو مع الفريق خلال الفترة الحالية. والد احمد سيد زيزو اكد في تصريحات صحفية ان نادي الشباب السعودي بيسابق الزمن حاليا من اجل التعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الميركاتو الحالي وقبل ما القيد يقفل في السعودية. والسؤال ليكم، هل الاخبار دي تخلي جماهير الزمالك تقلق ولا في ثقة ان زيزو مكمل ومش هيتخلى عن الفريق؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات.